السلام عليكم. يختتم منتخب الجزائر مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا عندما يواجه كوديفوار مساء هذا الخميس المنتخب الجزائري. لم يحقق إلا نقطة واحدة في أول جولتين من تعادل سلبي مع سيراليون وخسارة 1-0 مع غينيا الاستوائية ليتذيل المجموعة الخامسة، بينما تتصدر كوديفوار المجموعة بأربع نقاط وسيتأهل رفقاء محرز مباشرة بعد فوز بأي نتيجة على المنتخب المنافس إلى الدور 16 ليلتحق بتونس ومغرب والمصر، ويعول الجزائر كثيرا على منتخبهم في هذه المباراة المصيرية والمهمة والتي ينتظرونها على حرم الجمر لأربع أيام كاملة مرت وكأنها أربع سنوات. ويمكن لكل الجزائريين مشاهدة المباراة مجانا بتعليق حفيظ الدراج على قنوات بين سبور المشفرة والتي يمكنكم مشاهدتها مجانا وبجودة عالية بدون تقطيع على التطبيق المثبت أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأول تعليق مثبت. فبالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري.